Grabe, hindi pa kami natutulog, guys. Papunta kami ng Lake Park. Anong gagawin natin doon? Baliko. Magsiswimming. Magsiswimming at mangingisda. Grabe, kulit na kulit kami. Ako wala akong dalang pan-swimming, kaya atong swimming. Wala akong dalang pan-swimming. علينا أن نسرع بسبب حرارة الصيف في المملكة العربية السعودية. نلتقي في محطة الوقود على الجانب الآخر من مدخل حديقة البحيرة. المنطقة التي سنذهب إليها هي الجزء الأخير من نهر حديقة البحيرة. من حديقة البحيرة نحتاج لسفر 40 دقيقة أخرى. هذا العام يتم فتح المزيد من الهكتارات من منطقة الحصاد في المنطقة. الطريق الصعب أيضا، لذا يجب أن يكون لديك سيارات كبيرة تسير هنا. كما يقولون، كان شروق الشمس أفضل هنا، ولكن الشمس المشرقة ارتفعت فوق رؤوسنا كما سافرنا. مناظر طبيعية جميلة. Mabagsik, sabi alas 4, pero dumating 6:10. Wala. Matulog ka ba? Hindi. Sige, tatay. Kaya si Kuya Dentoy, ang usapan, alas 4, dumating alas 6. نحن فريق كبير، ما مجموعه 10 سيارات وتنقسم لا مجموعتين. في المجموع نحن 36 ناس ذهاب صيد. نحن لسنا مستعدين للتخييم، لأننا نعتقد أن المكان به أشجار كبيرة، لذلك قررنا التقاط بعض الحقائب أو البطانيات لتغطية أنفسنا، لكننا مستعدون للقهوة والخبز، ولدينا أيضا أروز كالدو وأدوب وكولا فريقي أيضا يجعل الدجاج الشوائي والهوة الدوبيران. May naloto na ho ba kayo, sir? Kanina, sino nagdala nito? Si... ano? Handang-handa. Ana jai' jidan. الآن نذهب للصيد ونشتري أدوات الصيد لهذا اليوم، وبعضها يصنع أدوات مير تجلى. وفقا لدليلنا، تحتوي هذه البحيرة على العديد من البلطي وسمك السلور. وان تو تري. Dalawang oras na ako dito. Ayun na ito. Na talaga. Pupunta na yan dito. Antay-antay lang, sir. Sigurado yan. قررت التحقق من الفريق الآخر. يحتاج الفريق بلا الغوص للحصول على البلطي عن طريق أرمي. كان هذا الجزء من النهر عميقا جدا، ولا أعرف كيف سبح أو أغوص، لذلك أنا فقط على الجانب الذي شاهدته واد هشته.
بعد عدة الساعات هو في النهاية البلطي الصغيرة قررت وضعها في شاحب مع الماء. وبعد اليوم نجعلهم أحرارا مرة أخرى. الدرس المستفاد اليوم هو أن هناك الكثير من الناس الذين يحتاجون لا للاستمتاع بالحياة، ونحن بحاجة لا دعمهم وامنحهم جزءا منك الأمل والحب. أنهى لي مرة أخرى ريمون لوتز. شكرا لمشاهدة وقد لطيفة اليوم. ودبليس.